أهلا بكم. اليوم بموضوعات جافا سكريبت عامة سنناقش موضوع وطريقة سريعة لإنشاء أوبجكت من أوبجكت أخرى دون عنصر معين. فماذا يعني ذلك؟ يعني بكل بساطة مثلا لدي أوبجكت هذا، وهذه الأوبجكت فيها X واحد، فيها Y اثنين، وفيها Z ثلاثة. فأنا أريد من هذه الأوبجكت أو أريد أن أنشئ أوبجكت جديدة من هذه الأوبجكت لكن بدون مثلاً Y. فماذا أفعل؟ بكل بساطة سأقوم باستخدام شيء اسمه Object Destructuring. فمن هذه الأوبجكت العليا سأأخذ Y، وباقي الأوبجكت سأحصل عليه من خلال REST Operator. فأستخدم هنا، سأسميه مثلاً New Object، هذه الأوبجكت الجديدة. فالآن لو عرضت قيمة y ستكون 2، وإذا عرضت قيمة new object هل يمكنكم معرفة ما الشيء الذي يوجد بها؟ سيكون فيها x و z لكن نفس الأشياء الموجودة ب object لكن بدون y. و new object هذه هي ال object الجديدة التي حصلت عليها من هذه ال object لكن بدون عنصر. فإذن الآن مثال آخر حول هذا الموضوع. فإذن let لالا مثلا تساوي name لالا و age مثلا 5 و username لالا 2 مثلا و الايميل lala@mail.com مثلا. فاذا هذه لالا. الان اريد انشاء object جديدة من object لالا لكن فيها ليس فيها الايميل وليس فيها username. فبنفس الطريقة يمكن أن أقوم بهذا الشكل، أن أكتب let أقوم بobject destructuring. فأنا لا أريد اليوزر نيم فأخذه من هنا، لا أريد الإيميل وأريد باقي الobject. فيمكن أن أضع rest operator هكذا، أكتب مثلا new lala ويساوي lala. الآن اليوزر نيم سيكون lala2، الإيميل إيميل lala، والnew lala هي new lala، هي الأوبجكت التي فعلا أنا أريدها، الأوبجكت الجديدة التي حصلت عليها من الأوبجكت السابق. فإذا نتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد، وتصفح موضوعات جافا سكريبت عامة بموقعنا الإلكتروني وأيضا في اليوتيوب لتعلم المزيد من حول هذه الطرق السريعة لإنجاز الأمور بجافا سكريبت. فإذا نلتقي.